في الحالات الطبيعية وحيث الدماغ يهيمن على كل شيء، على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، يحتفظ كل منعكس شوكي بدارته الخاصة والمستقلة عما سواها. فتنبيه ساحة منعكس شوكي بعينه يطلق استجابة حركية خاصة بهذا المنعكس، هي استجابة وحيدة مفردة لا تكرار لها، نوعية تخص المنعكس المخصوص بالدراسة، هي استجابة مضبوطة الشدة والقوة وفي الجهة ذاتها حيث وقع التنبيه. بالمقابل، في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي، هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة، أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل. هي تشبك وتربط العصبونات الحسية مع العصبونات الحركية ساكنة القرن الأمامي للنخاع الشوكي وفي ذات القطعة منه. بالنتيجة تتشكل دارة عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل، هي دارة وظيفية شاذة، هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي. في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي، هي تشبك فيما بينها شابكة معها في الوقت عينه العصبونات الحسية والعصبونات الحركية في ذات الجهة كما وفي الجهة المقابلة من القطعة ذاتها من النخاع الشوكي. بالنتيجة تندمج دارتا المنعكسين الشوكيين الاشتداديين الناشئين والمتناظرين في دارة وظيفية شاذة ووحيدة، هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي ثنائي جهة الاستجابة. يكفي هنا تنبيه دارة المنعكس في جهة حتى نحصل على استجابة حركية في الجهتين معا، وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاشتدادي ثنائي جهة الاستجابة.